بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة جاية قبل ساعات قليلة جدا من مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام. هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الـ 22، مباراة مهمة جدا جاية بعد توقيت مباراة الزمالك، وبالتأكيد استعادة الثقة والاستمرار في الصدارة وتوسيع الفارق عن أقرب المنافسين بالنسبة للمرحلة القادمة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثيرة وفيها موضوعات مهمة وعناوين بارزة لازم نشرحها ولازم نتكلم فيها مع كل مشاهدينا الكرام في مصر وفي الوطن العربي الكبير. لكن بسرعة نبدأ في تفاصيل حلقتنا وندخل على سؤال الحلقة اللي بالتأكيد كل المشاهدين والمتابعين هيشاركونا في الإجابة على هذا السؤال، وهو السؤال متعلق: ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي والجونة؟ هذه المباراة إن شاء الله هتنطلق في الساعة 9 من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وبالتأكيد مباراة هتكون مهمة جدا وفي نفس الوقت إن شاء الله تكون بداية للمرحلة القادمة ومستهل مشوار الدوري العام. الإجابة من خلال هذا السؤال عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو تويتر أو حتى انستجرام، وبالتأكيد كل بقى الناس تخش تشارك معنا ويكون في جرعة تفاؤل وثقة بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يواجه الجونة في طريق اللقب 42. وفي الترند المحلي، استقالة مختار من الإنتاج وإقالة مدرب الإسماعيلي. وفي الترند العالمي، زلزال ميسي يهز برشلونة. أهلا بحضراتكم من جديد، وبالتأكيد مباراة الأهلي والجونة الحديث الأهم بالنسبة للجماهير خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله الجهاز الفني يقدر من خلال هذه المباراة يعوض ما فاته في المباراة السابقة وتكون بداية قوية واستعادة الثقة بالنسبة للمرحلة القادمة. للأهلي بالتأكيد داخل على معترك مهم جدا لحسم الدوري والاستعداد للبطولة الإفريقية. لكن ترند النهاردة هنتكلم في موضوعين. أول موضوع متعلق بالتأكيد بالظهور للحارس مرمى النادي الأهلي السابق الكابتن شريف إكرامي، والترند الآخر أو الموضوع الثاني هنتكلم على ما يحدث في دوري أبطال إفريقيا. لكن عايز أتكلم أول جزئية متعلقة بظهور الكابتن شريف إكرامي في توقيت كل جماهير النادي الأهلي بلا استثناء كانت شايف التوقيت غير مناسب، لأنه جاي في لحظة ممكن تكون في حملة ممنهجة ضد النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. وهذا المسلسل اللي بدأ منذ شهر يناير الماضي، ومن أول بالتأكيد ما الكابتن شريف كان كتب بيان وقتها، والكل كان يعني في هذا التوقيت قال ماشي أوكي خلاص، ممكن يكون شريف شايف مرحلة تانية بالنسبة له في الفترة القادمة، رغم أنه في التوقيت ده لا استأذن مثلا الجهاز الفني ولا كان في تنسيق مع الإدارة أو حتى مع زمايله، وكان في وقتها الكابتن شريف إكرامي هو كابتن فريق النادي الأهلي. لكن خرج امبارح واستمر في الكلام، وخرج في توقيت بعد أحداث مباراة القمة، ممكن يتنصل من أحداث المباراة أو يتنصل من فكرة عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة القمة، لكن في كل الأحوال أو في كل الأحوال الظهور الإعلامي في هذا التوقيت وفي ظل الحملة الممنهجة ضد النادي الأهلي بالتأكيد هتسري المادة الإعلامية اللي البعض عايز ياخدها في إطار ضد النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، وفكرة أن كمان رمضان صبحي ما كانش موجود في مباراة القمة والأحداث اللي حصلت، أن طبعا يكون بيتنصل من فكرة أن رمضان صبحي مش موجود في مباراة القمة واللي حدث في الفترة الأخيرة. طيب كمان فكرة انتقال رمضان لبيراميدز، كابتن شريف كان بيحاول بيتنصل منها وبيحاول يشرح أسبابه وبيحاول يشرح للناس الفكرة في حد ذاتها، لكن في نفس الوقت الرد كان من الجماهير، لأن الجماهير أكيد واعية وفاهمة، والجماهير عمرها ما تكون متغيبة عن أي أحداث بتحدث خلال الفترة الحالية. أنا عندي خمس نقاط عايز أتكلم عليهم، مش هتكلم عليهم طبعا باستفاضة، لكن نقاط سريعة عشان الناس تفهم مننا الوضع الحالي في التوقيت الحالي، لأن احنا بصراحة في مرحلة عايزين نقفل على الفرقة بشكل كويس وعايزين ناخد بالنا قوي من أي خطوة بتحصل خلال الفترة اللي جاية. كابتن شريف قال إنه كان بيرفض استمرار رمضان صبحي في النادي الأهلي رغم حاجة الفريق إليه. طيب يا شريف، الكلام ده ممكن يتقال لو أنت مش لاعب في صفوف النادي الأهلي، لو أنت مش على ذمة النادي الأهلي، لكن بالعكس أنت أحد أبناء النادي الأهلي وكابتن فريق النادي الأهلي، فمثل هذه التصريحات حتى لو بتتقال في الغرف المغلقة ما تنفعش، لأن أنت هنا المفروض مش بتخص شخصك، أنت المفروض لاعب ممثل داخل النادي الأهلي. المفروض فكرة أن رمضان يحترف أو لا يحترف هو أمر شخصي ليه، المفروض هنا الرؤية بتاعتك أنت بتمثل النادي الأهلي لأنك لاعب في النادي الأهلي وكابتن من كباتن النادي الأهلي، ووقفت أمام رغبة النادي وكنت بتتكلم عن رغبتك ومصلحتك الشخصية في مسألة رمضان يكون موجود أو مش موجود.
كمان في نقطة تانية يا كابتن شريف، بدون يعني أي مشاعر لجماهير النادي الأهلي، ما ينفعش فكرة إن لو راح رمضان لبيراميدز أو الزمالك كده كده هو ساب الأهلي، لا تفرق كتير يا كابتن شريف عند جماهير النادي الأهلي. يعني ما ينفعش في حاجة لو انتقل للزمالك، إزاي يعني الزمالك زي بيراميدز؟ مع احترامنا لأي حد يعني طبعا، بس أنت بتتكلم، أنت اتربيت جوه النادي الأهلي وعارف يعني إيه اللاعب اللي اتربى جوه النادي الأهلي ونشأ من قطاع الناشئين وترعرع داخل قطاع الناشئين. وبلاش كده، كابتن إكرامي نفسه أحد رموز النادي الأهلي أكيد علمك حاجة زي كده وعرفك حاجة زي كده، إن إزاي لما تبقى لاعب في النادي الأهلي، أي نادي منافس أو أي نادي موجود في الدوري المصري بما فيهم الزمالك، هتبقى صعب قوي، لأن النادي الأهلي بالتأكيد ليه فضل عليك وعلى الكابتن إكرامي وعلى أي حد كان موجود داخل صفوف النادي الأهلي. لازم تراعي مشاعر الجماهير، لأن أنت امبارح قلت نقطة مهمة جدا بالنسبة للجماهير، الجماهير عندها الانتماء ده رقم واحد وبدون مقابل، فأنت فاهم عقلية جمهور النادي الأهلي تحديدا، كان لازم تراعي دي في هذه الجزئية. الجزئية الثانية أو الجزئية الثالثة، شريف قال إن أنا وكان على دراية كاملة بمسألة انتقال عبد الله السعيد للزمالك وكان عارف، بس قال ماليش دعوة. صعبة 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 يا شريف، يعني ما ينفعش تبقى لاعب جوه النادي الأهلي وشايف عبد الله السعيد أو أنت عندك معلومة إنه رايح نادي تاني سواء زمالك أو أي حد تاني وتبقى كابتن الفرقة وعارف المعلومة وما تقولهاش. مش هقول لك تمنع عبد الله، بس على الأقل الأمانة، أمانة غرفة خلع الملابس، أمانة المصداقية جوه النادي الأهلي وأنت واكل شارب حياتك كلها من خلال النادي الأهلي. صعبة جدا، في كلام بيتقال في بين السطور ما ينفعش يعدي، لأن الجمهور أكيد مش هيسمح إنه يسمع كلام زي ده من لعيبة كانت رموز وكانت ليها تاريخ كبير جدا داخل النادي الأهلي. طيب المرة دي الذكاء، يعني الذكاء خانك يا كابتن شريف، لأن التصريحات بصراحة رغم إن في شكلها ممكن يكون التنصل أو الابتعاد عن أي مشاكل وإثبات وجهات النظر أو صحة وجهة النظر، لكن في تفصيلة الكلام لا، في كلام يزعل، في كلام يزعل جمهور النادي الأهلي. وأنا نفسي بس في تفسير واحد إنك تقوله، ليه ما قلتش لمسؤولي النادي الأهلي إن عبد الله السعيد وقع للزمالك، أو أنت عندك معلومة إن عبد الله السعيد وقع للزمالك؟ إيه التفسير الوحيد اللي ممكن يخليك ما تقولش لمسؤولي الأهلي عن هذا الأمر أو عن هذا الموضوع؟ أنا على المستوى الشخصي اتصدمت امبارح بتصريحات أخرى، وكنت أفضل إن يكون في حالة صمت، لأن التوقيت ده في حالة حراك إعلامي للأسف ضد النادي الأهلي بشكل واضح جدا. لكن مفيش مشكلة، المرحلة دي مرحلة كاشفة لأمور كثيرة جدا، مش بتكلم في الأمر ده بس، لا في حاجات كتيرة جدا في أمور كاشفة بشكل كبير جدا. النقطة الرابعة وهي النقطة الأخطر، كابتن شريف لما قال له الزميل المذيع أنت بتقود تمرد في مسألة تمرد اللعيبة إن هي ترفض تخصم نسبة العقود بسبب موضوع فيروس كورونا، أنت بكل وضوح اعترفت وقلت ده موجود وكان شيء إيجابي، لأن أنا يعني بعترض طبعا وما ينفعش، ده ما كانتش الحقيقه، لان الاهلي خصم مننا قبل كده نسبه 10% بعد مباراه سان داونز والخساره امام سان داونز في بريتوريا. لا يا كابتن شريف، القصه ما كانتش كده، القصه ان اولا النادي الاهلي لما كان في فكره خصم 10% ما كانش في جلسه خاصه معاك انت تحديدا، لا كابتن سيد قعد مع كل لاعب من اللعيبه الكبار في الفرقه، قعد مع حسام عاشور، قعد مع احمد فتحي، قعد مع شريف اكرامي، قعد مع الكل، ما كانتش جلسه خاصه معاك، وقعد مع وليد سليمان، لكن ما كانتش جلسه خاصه معاك انت عشان تبلغ حد، لا كانت جلسه مع كل لاعب من اللعيبه الكبار عشان بعد كده لما يقعد مع باقي التيم يبقى اللعيبه الكبيره عارفه ان ده سيستم معين، بيبقى فيه احترام لكباتن الفرقه والنجوم اللي موجوده بالنسبه للفرقه، وما كانش الفكره ان انا اقول لك عشان تبلغ حد، لان يعني كان في اجتماع تاني هيتم مع كل اللعيبه، فما كانش الفكره ان انا اقول لك عشان تقول الباقي، لكن ما علينا مفيش مشكلة، أنت خدت الكلام وحبيت اللي أنت تبرز فكرة اللي أنت مش عايز تعمل مشكلة، لكن في النهاية هذا الكلام هو بقى اللي هيثير الفتنة وهو اللي هيعمل الأزمة بالنسبة لهذا الأمر. بالنسبة للأمر الخصم، الكلام عليه بالشكل ده هو بقى اللي هيزيد الأمور التهابا بالنسبة للمرحلة اللي جاية. طيب خصم ال 10% مش معناه ان ما كانش فيه لائحه تحفيزيه وان لازم يبقى فيه تعويض، لا كان فيه لائحه تحفيزيه، والكابتن محمود الخطيب كان فيه لائحه تحفيزيه وعمل لائحه تحفيزيه مع اللائحه العاديه في حال الفوز بالدوري وحال الفوز بالكاس، لكن للاسف الاهلي خرج من بيراميدز في كاس مصر، فبالتالي اللائحه التحفيزيه كانت موجوده واتطبقت على الدوري، وكل لعيب خد اللائحه التحفيزيه بتاعته من الدوري العام،
فاذا انت لو كنت كسبت بيراميدز وكملت في بطوله كاس مصر كان هيبقى في مكافاه ثانيه ايضا تحفيزيه في كاس مصر. لكن طبعا بعد هزيمه بيراميدز والخروج من دور الثمانيه في كاس مصر كان الوضع صعب جدا، لان انت كمان خرجت في البطوله الافريقيه، فالوضع كان صعب جدا. الكلام ممكن يتقال في الوضع الصحيح وما يزعلش حد، لكن التفاصيل الصغيره اللي بين السطور وبين الكلام مهم جدا تتشرح للجماهير وتتشرح للناس عشان الناس تعرف في الموقف كويس جدا، عشان ما استغلش الموقف وما استغلش احداث مباراه القمه. لان الاعلام كله بالامس بلا استثناء خد التصريحات في اطار ان جايه في توقيت بعد مباراه القمه واحداث مباراه القمه، وجمهور الاهلي فاهم كويس جدا وكان من اوائل الناس اللي بيحذر بلاش تصريحات بلاش كلام، ما تبقاش انت الطعنه اللي جايه في ظهري وانت احد ابناء النادي في توقيت زي ده، وتصاعد وتساعد وتساعد حد ان هو يهز الاستقرار في لحظه زي دي. لازم انت يا شريف احد الدعايم اللي كنت موجود جوه النادي الاهلي وعارف المشاكل جايه منين ومصدرها مين وهدفها ايه. طيب النقطه الخامسه وهي النقطه الاخيره، وهي فكره ان انت مثلا تتكلم مع رمضان في مساله الاحتراف او تحرضه على الانتقال لبيراميدز او الامور دي كلها، ما كانش ينفع برضه تتكلم في الجزئيه دي. انت امبارح ما كنتش عايز تتكلم في القصه دي بتفاصيلها، بس يا شريف بياناتك الاولانيه وظهورك امبارح الصمت في الحاجات اللي زي دي بيكون افضل، لكن لما تطلع تتكلم وتطلع تشرح ومش عايز تتكلم وتقول تفاصيل في وسط الكلام، انت هنا بتثبت اللي انت عايز تتنصل من فكره انتقال رمضان. صعب قوي لما يكون لعيب زي رمضان صبحي وانت عارف منه وانت قريب منه، حتى لو الانتقال انتقال لبيراميدز او انتقال لاي نادي، فكره انك تقول الانتقال ده عادي، ده في حد ذاته غلط. مش هتكلم في كواليس او تفاصيله هنا. فكره كمان انك تقول على اللعيبه اللعيبه منتميه للنادي وبتحب الانتماء للنادي، لكن في نفس الوقت ما بزائد المقابل المادي، برضه غلط، ما ينفعش. يعني انتماء الجماهير انت قلت بدون مقابل، ده صح ودي صراحه وده وضوح، وكويس اللي انت احد كباتن الاهلي عارف المعلومه دي. لكن فكره كمان ان الانتماء للاهلي من اللعيبه ده برضه لازم يكون زائد عليه مقابل مادي، خلك التعبير وما كانش ينفع تتقال. واللي بيحزنني ان الكلام ده بيطلع من احد اللعيبه اللي تربت وكانت موجوده ونشات في النادي الاهلي. لكن هي مرحله كاشفه الامور كثيره جدا، والجمهور هيبقى عارف بالنسبه للمرحله الجايه بالظبط ايه اللي هيحصل. اتمنى تكون التصريحات تكون مظبوطه، اذا ما كانش الصمت افضل في الفتره دي تكون التصريحات مظبوطه وتكون التصريحات في ظهر النادي الاهلي باي شكل من الاشكال، عشان المرحله اللي احنا فيها دي مرحله صعبه. طيب ده كان جزء مهم جدا، عشان احنا برنامج بيتكلم على السوشيال ميديا واللي بيتقال على السوشيال ميديا، فكان لازم نشرح للناس امبارح السوشيال ميديا كانت مركزه في ايه وايه اللي اغضب الناس وايه التصريحات اللي الناس وقفت عندها وحبت تتكلم عليها. طيب الترند الثاني، وهو ترند برضو ومعلومه مهمه جدا، والحمد لله كان لينا السبق من حوالي اكتر من 10 ايام قبل الاعلان الرسمي النهارده، حتى سواء من الصحافه المصريه او الصحافه المغربيه، قلنا ان مباراه الاهلي مع الوداد هتكون يوم 3 اكتوبر في استاد الاهلي والسلام، ومباراه الزمالك والرجاء هتكون في استاد برج العرب يوم الجمعه 2 اكتوبر. الانديه المغربيه حددت المباريات هناك ايضا، وقالت ان هتكون المباريات يوم 25 سبتمبر مباراه الرجاء والزمالك، والوداد والاهلي يوم 26 سبتمبر، المباراتين الساعه 9، لكن الرجاء والزمالك يوم الجمعه والاهلي والوداد يوم السبت، والاثنين على ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا. طيب الكلام اللي بيتقال دلوقتي وفي اللحظات اللي انا معاكم فيها، هل في اتجاه للتاجيل؟ اقدر اقول لكم في الكواليس ان في التماس اتقدم من الاتحاد المغربي لكره القدم لتاجيل مباريات الذهاب في دوري ابطال افريقيا نتيجه انتشار فيروس كورونا تحديدا في نادي الوداد المغربي، ووصول عدد الاصابات فيه حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الى 14 عنصر، 11 لاعب وثلاثة ضمن الجهاز الفني، احدهم مدرب المساعد ومدرب حراس المرمى، وال11 لاعب بتتكلم عن 5 من العناصر الاساسيه. هذا الالتماس قدم للاتحاد الافريقي، لكن حتى هذه اللحظه الاتحاد الافريقي ملتزم بالمواعيد وملتزم بالاجراءات الطبيه وبكل التفاصيل. هل سيكون هناك اجراء تغيير على المواعيد؟ ده يتضح خلال الساعات اللي جايه. هل من الممكن تحريك المواعيد وتغيير المواعيد في الفتره الجايه لمباراه الوداد والاهلي فقط؟ ده يتضح في الساعات اللي جايه. هل الامر ممكن يدخل معاه مباراه الرجاء والزمالك والمباراتين يتاجلوا
لفتره اسبوع 10 ايام، وبدل المباراه تتلعب في سبتمبر ممكن تتحرك وتتلعب في منتصف اكتوبر، وبالتالي تنتهي مسابقه دوري ابطال افريقيا في اواخر اكتوبر اوائل نوفمبر. ده هيتحدد للساعات اللي جايه، لان داخل معاه كمان جزئيه مهمه جدا وهي ليها علاقه بانطلاق دوري ابطال افريقيا الموسم القادم واجراء قرعه الادوار التمهيديه والانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه وتحديد اسماء الفرق والموعد الزمني اللي كان في اغسطس واتحرك ل 15 اكتوبر، والمواعيد دي لو اتغيرت ممكن تتحرك تاني كمان لاوائل شهر نوفمبر. اخر حاجه وده انفراد لقناه الاهلي والترند قناه الاهلي، نهائي دوري ابطال افريقيا اخر موعد كان 17/8. بعد 17/8 لم تتقدم اي دوله افريقيه لاستضافه نهائي دوري ابطال افريقيا. طب ايه الوضع؟ الحل هيكون في القرعه، هيتعمل قرعه ما بين الانديه المصريه والانديه المغربيه. لو النهائي الاهلي والرجاء هيكون قرعه، يا النهائي في مصر يا النهائي في المغرب، وانت وحظك بقى. لو طلعت ملك يبقى النهائي في مصر، لو طلعت كتابه هيبقى النهائي في المغرب. الاتحاد الافريقي عنده ازمه كبيره جدا في تحديد ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا، مفيش دوله افريقيه طلبت تنظيم النهائي. حتى الاتحاد المصري والاتحاد المغربي كان عندهم مواعيد لاستضافه النهائي، لو الطرف مصري او الطرف مغربي كان في تاخير في المواعيد عشان مصر كانت عايزه النهائي في استاد القاهره لو النهائي اهلي وزمالك. لكن لو النهائي اهلي ورجاء او لا قدر الله يعني الزمالك والوداد، الاتحاد الافريقي هيلجا للقرعه، هيعمل قرعه بين الناديين بالمنظر ده زي حكم المباراه، ولو طلعت كده مصر، لو طلعت كده المغرب، وانت ونصيبك وانت وحظك. الامر صعب لان الفيروس كورونا وتاثيره على القاره الافريقيه كبير جدا، فهتبقى ازمه كبيره. ده الخبر الحصري، نهائي دوري ابطال افريقيا والملعب هيكون بالقرعه لان مفيش دوله طلبت تنظيم النهائي، فيا في مصر يا في المغرب، يا اما الاهلي والزمالك يريحونا ويكون النهائي في استاد القاهره ان شاء الله. اخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي بالتاكيد احنا بنتكلم في الساعات الاخيره قبل مباراه الجونه، وكل السوشيال ميديا لا حديث يعلو على الاستعداد لمباراه الجونه وكيف سيفوز الاهلي بهذه المباراه والتشكيل الاقرب للانطلاق هذه المباراه. هنبدا مع بعض ونشوف عناوين السوشيال ميديا واللي اتكتب على ترند الاهلي خلال الساعات الاخيره من خلال السوشيال ميديا والحديث عن ترند الاهلي. الصفحه الرسميه لموقع يلا كوره اتكلم على التشكيل الأقرب والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة النهاردة، وهل ممكن جيرالدو يكون ضمن الثلاث تغييرات، واتكلمت على التشكيل هيكون في ظهيره في البداية محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول ظهير أيسر، أحمد فتحي ظهير أيمن، اثنين مساكين أيمن أشرف ورامي ربيعة، اثنين وسط ارتجاز السلية حمدي فتحي، أمامهم محمد مجدي أفشة، جونيور أجاييه وجيرالدو وبادجي. إذا يلا كورة كان شايف إن ممكن يكون جيرالدو ضمن الثلاثة التغييرات اللي ممكن تبدأ في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي في مباراة الجونة. طيب مكملين معاكم ونشوف برضو سوشيال ميديا اهتمت النهاردة إزاي بمباراة الأهلي والجونة والكلام على المباراة القادمة. النهاردة الوطن سبورت كمان بيتكلم على فكرة عودة أحمد فتحي للتشكيل الأساسي بعد غياب بالتأكيد محمد هاني نتيجة الحصول على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك، وهيكون المباراة إن شاء الله لا بديل عن فكرة مشاركة أحمد فتحي من البداية كظهير أيمن، واستمرار أليو بادجي في هجوم النادي الأهلي أمام فريق الجونة في التشكيل الأساسي بعد ظهور بادجي بشكل طيب جدا في المباراة الأخيرة ونال استحسان الجميع في المباراة. برضو معانا من ضمن ترند الأهلي خبر آخر وهو متعلق بالصفحة الرسمية لليوم السابع، وبيتكلموا على ده من خلال تويتر إن الأهلي بيخطط لاقتحام حصون الجونة لإصلاح زلزال القمة. انت بتتكلم عن منشط صحفي لكن بصبغه السوشيال ميديا ان الاهلي بعد الخساره من الزمالك بيحاول يصلح زلزال، او يعني كما وصفتها الصحافه يعني خساره مباراه القمه، فبتحاول تصلح الاحداث بتاعتك وتحاول تستعيد صدارتك وتحاول تحرز الثلاث نقاط، وهيكون ده من خلال مباراه الجونه. لكن فكره اقتحام حصون الجونه، تعرف الجونة مدينة طبعا يعني الجونة أحد الفرق الموجودة في مدينة الغردقة، الغردقة مدينة ساحلية، فبالتأكيد ما فيش اقتحام حصون ولا حاجة، إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة طيبة والأهلي دايما الحمد لله كعبه عالي على فريق الجونة. نروح مع بعض برضو ونشوف الخبر التالي، ولكن ده من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي والحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر. نشر إحصائية عن أفضل حراسة مرمى في الدوري خلال هذا الموسم، وده كان لصالح النادي الأهلي ب 15 كلين شيت.
لعبت 15 مباراة في الدوري لم يحرز أي هدف داخل مرماه خلال فترة هذه المباريات. بنتكلم 15 مباراة من 21 مباراة. هات لي فرقة في الدوري العام عملت الرقم القياسي ده في الدوري، مش هتلاقي. لما بتعمل إحصائية عن الكلين شيت بالنسبة لفرق الدوري هتلاقي النادي الأهلي هو رقم واحد، 15 مباراة بدون إحراز أي أهداف، فالأهلي أقوى هجوم وأقوى خط دفاع في الدوري العام. طيب نروح أيضا ونشوف من خلال السوشيال ميديا إيه برضو الناس اهتمت بإيه واتكلمت على النادي الأهلي خلال هذه المباراة. صفحة سوبر كورة اتكلموا على طاقم التحكيم اللي هيدير مباراة النهاردة، وده الحساب الرسمي لسوبر كورة على الفيسبوك، وذكروا إن الأهلي النهاردة مع الحكم إبراهيم نور الدين حقق 20 فوز 5 تعادلات وهزيمة، وتعد مباراة اليوم هي المباراة رقم 27 اللي بيديرها إبراهيم نور الدين. طيب إبراهيم نور الدين أشهر البطاقة الصفراء 36 مرة والبطاقة الحمراء 3 مرات في وجه لاعبي الأهلي واحتسب 9 ضربات جزاء. الحساب الرسمي لسوبر كورة كان يعني مهتم إنه يقول إبراهيم نور الدين صافرته هي وش السعد على الأهلي من خلال هذه الأرقام، لكن هذه الأرقام لو حطيت قدامها مشهد عرقلة وليد أزارو في مباراة الإنتاج الحربي، هذا المشهد وضربة الجزاء اللي كانت أمام الجميع، هذه الضربة أو هذه ركلة الجزاء تمحي الأرقام في لحظة، وما تكونش الأرقام دي وش السعد. ومع كل مباراة ممكن لإبراهيم نور الدين بتكون متخوف إن ما يكونش فيها أخطاء تحكيمية. الحمد لله هيكون في فار عشان العدالة تكون موجودة. وبالمناسبة بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم، احنا مش بنتكلم عن طاقم التحكيم قبل المباراة خالص، احنا بنتكلم على أرقام ومواقف سابقة ورصد لصفحة الحساب الرسمي لسوبر كورة على الفيسبوك وهو بيتكلم إن هو وش السعد، لكن تناسوا هذا الموقف لغاية اللحظة دي. المشهد كان أشبه بمصارعة الـ WWE وكانت المشهد كان صعب جدا في الدوري الممتاز. طيب نكمل مع بعض ونشوف سبورت 360 المصرية وهو بيتكلم على كتبوا تاريخ مواجهات الأهلي مع الجونة بإجمالي 14 مباراة. الأهلي والجونة لعبوا 14 مباراة في الدوري، الأهلي فاز بـ9 وحصل تعادل 4 مرات وخسر الأهلي مرة واحدة. الأهلي سجل 22 هدف والجونة سجل 7 أهداف. طيب الحساب الرسمي للشروق برضو كان ليه وجهة نظر تانية وراح ليه موضوع تاني له علاقة باستمرار وليد أزارو. بدأت كده أحس خلال الـ 48 ساعة الماضية الكلام كله على فكرة وليد أزارو، وهل وليد أزارو مستمر مع الأهلي ولا لسه؟ يا جماعة الموسم لسه ما انتهاش، وليد أزارو حاليا البطاقة على نظام الانتقالات الـ TMS لسه موجودة مع نادي الاتفاق السعودي. بعد ما تنتهي فترة الانتقالات أو لما يبدأ فترة الانتقالات وينتهي الموسم في الدوري المصري والدوري السعودي تعود البطاقة مباشرة إلى النادي الأهلي، وما زال في عهد وليد أزارو موسم آخر، وهيكون في تفاصيل أكيد هيعلن فيه حينها وفي توقيتها خلال الفترة اللي جاية. لكن الحساب الرسمي للشروق كان مهتم والصحف المغربية خدت هذا التصريح واهتمت بيه، لأن الحساب الرسمي اتكلم على أن النادي الأهلي متمسك بخدمات المهاجم المغربي وليد أزارو العائد من فترة إعارة من نادي الاتفاق السعودي نافيًا أي إمكانية للاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي المقبل. الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي لنادي الأهلي قال في هذه التصريحات لموقع البطولة المغربي: ليس هناك أدنى إمكانية للتفريط في وليد أزارو، هو لاعب نراهن عليه بشدة خلال الفترة القادمة ونعلق عليه طموحات عريضة بعد العودة من الإعارة، وكل ما أشيع عن الاستغناء أو إعارة أو بيع وليد أزارو غير صحيح بالمرة، والفريق محتاج جهود كل اللاعبين خلال الفترة القادمة. طيب الحساب الرسمي للوطن سبورت في الخبر القادم كان بيتكلم في نقطة مهمة جدا وكنا بنتكلم فيها في فقرة ترند الترند، وهو إن الاتحاد الإفريقي كاف بيدرس تأجيل مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا. قلت لكم الفكرة إن في التماس متقدم في الكواليس ما بين الاتحاد المغربي والاتحاد الإفريقي بسبب الظرف الصحي الراهن في المغرب. ألف مليون سلامة على شقائنا في المغرب، وإن شاء الله يمروا هذا الموضوع بسلام إن شاء الله، ولاعيبي الوداد إن شاء الله يقوموا من هذا الموضوع بشكل جيد ويخفوا وتكون حالتهم الطبية والصحية الفترة الجاية أفضل إن شاء الله. ده أهم شيء، الرياضة في النهاية مكسب وخسارة، لكن أهم حاجة لازم نراعي الوضع الصحي وإن شاء الله يكونوا سالمين غانمين يا رب الفترة الجاية وما يكونش فيه إصابات بهذا الفيروس اللعين. لكن الالتماس هنا الأمر هيكون في أو الكورة هتكون في ملعب الاتحاد الإفريقي، هل سيخص بهذا الالتماس بعين الاعتبار وسيؤجل المباريات؟ لكن هو بيأجل مباراة هيحط في اعتباره المواعيد دي هتكون لها تأثير على البطولة القادمة، على إجراء قرعة الأدوار التمهيدية، على مواعيد تقديم الأندية أو تقديم الاتحادات لأسماء الأندية اللي هتشارك في البطولة القادمة والقوائم، أمور كثيرة جدا هيكون فيها كلام الفترة الجاية، فبالتالي هذا الالتماس هيكون فيه كلام كتير جدا بالنسبة للمرحلة
القادمة. آخر حاجة معايا وأنا بتكلم معاكم على فكرة ترند الأهلي، الصفحة الرسمية للكاف بالعربي على تويتر طرح سؤال: مين أفضل فريق في أصحاب القميص الأحمر في القارة؟ وحط صور لأصحاب القمصان اللي بيلبسوا التيشيرت الأحمر: الأهلي، النجم الساحلي، سيمبا التنزاني، أشانتي كوتوكو. وبالتأكيد الكل دخل بقى وقال رأيه، لكن النادي الأهلي حتى هذه اللحظة بالتأكيد بيتصدر هذا الاستفتاء، وجمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا ظاهر بشكل جيد في أي استفتاء له علاقة بالنادي الأهلي. لكن الكاف بسبب توقف المباريات بيحاول يعمل تواصل مع الجماهير من خلال حساباته الرسمية سواء على الفيسبوك أو حتى تويتر أو انستجرام. لكن آخر حاجة معايا وهي تويتر مهمة جدا للكابتن وائل جمعة. الكابتن وائل جمعة عبر صفحته الرسمية على انستجرام بيدعم رينيه فايلر وشارك في الهاشتاج بتاع رينيه فايلر: ان فايلر وي تراست، نثق في فايلر وكلنا معاك يا اهلي. دي كانت اخر حاجه النهارده معانا بالنسبه لترند الاهلي، وبالتاكيد كل التوفيق يا رب ان شاء الله للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه. فاصل ثم نواصل ونشوف ما هو الجديد معانا في حلقه الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره المتعلقه بالاستعداد لمباراه الجونه والتفاصيل المتعلقه بهذه المباراه، لان بالتاكيد مباراه مهمه جدا، مباراه انت بتتكلم على استعاده الصداره او استعاده الثقه بالنسبه للمرحله الجايه. الحمد لله الاهلي فارق باكثر من حوالي 17 نقطه عن اقرب المنافسين، لكن كل ما تزود فارق النقاط ويتسع فارق النقاط هيكون افضل بالنسبه لك عشان تنهي مسابقه الدوري مبكرة. مهم جدا تخلص المسابقه بدري عشان تركز في البطوله الافريقيه. عندك الحمد لله 4 مباريات الفتره الجايه، ان شاء الله تكسب ويبقى عندك 12 نقطه من ال4 مباريات القادمه لغايه 7 سبتمبر لما يتحدد باقي المباريات قبل دوري ابطال افريقيا، يكون في استمراريه في المكسب والصداره. تقدر ساعتها مع فارق النقاط مع قله عدد المباريات تقدر تقول وقتها انا الحمد لله بطل دوري رقم 42 والاهلي الحمد لله بطل لهذه المسابقه، مش هيكون في اي مشاكل، وهيخليك بقى تركز تركيز كبير في البطوله الافريقيه، لان حاله اللغط اللي موجوده حواليك هتفضل موجوده كتير قوي، وهتفضل الهجوم والترصد بيه كبير قوي طول ما انت لسه ما حسمتش الدوري وداخل على اعتاب البطوله الافريقيه، لان هو شهر حاسم بشكل كبير. لكن في هذه اللحظات محتاجين بقى نعرف الاستعدادات، الاجواء، الكواليس المتعلقه بمباراه الاهلي والجونه. اروح بسرعه الى زميلي العزيز كريم احمد من مقر اقامه المباراه في الاستاد ومتابعة مباراة الأهلي والجونة والإجراءات الطبية وتجهيز إقامة هذه المباراة إن شاء الله. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك وكل التحية لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. الاستعدادات عندك إزاي بالنسبة لمباراة الأهلي والجونة، الأجواء في الاستاد عندك وفي نفس الوقت كمان الإجراءات الطبية؟ برضو محتاجين نسمع منك من أول ما بتدخل باب الاستاد لغاية لما بتوصل للملعب، إيه هي الإجراءات الطبية اللي متبعة والإجراءات الاحترازية عشان الفرقتين يوصلوا لأرضية الملعب، وسائل الإعلام، الصحفيين، القنوات، الكاميرات، كله يكون واصل معاك لأرضية الملعب؟ في البدايه طبعا يعني زميلي محمد كالعاده ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النهارده لفريق النادي الاهلي، يمكن ان شاء الله تكون مباراه غايه في القوه لفريق النادي الاهلي، الشراسه الهجوميه نشوفها وتكون مصالحه لكل جمهور النادي الاهلي، الاداء والنتيجه الكل منتظر ان شاء الله النهارده لعيبه النادي الاهلي تكون مركزه بشكل كبير جدا. لكن هبدا معاك زي ما انت قلت طبعا بكل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه المشدده جدا، وتحديدا لما بتكون مباراه النادي الاهلي بناكد على كده، لان كل مره ما بيكون النادي الاهلي هو منظم هذه المباراه الشكل بيكون مختلف والاجراءات بتكون بشكل قوي جدا. يعني اقدر اقول لك مجرد دخولنا من على البوابات لابد يكون في قياس للحراره سواء لاي حد متواجد لعيبه او جهاز فني او اي حد فرد متواجد الى ارض الملعب، دي بتبدا من كده. الكمامات طبعا ده امر يعني خلاص ما حدش بيقدر ان هو يعدي من الملعب او يعدي من الممر الخاص بلعيبه النادي الاهلي او اللعيبه ايضا نادي الجونه يكون الكمامه، ده امر مهم جدا. كل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه مشدده بشكل كبير لان هو ده الهدف للنادي الاهلي. وايضا كمان عايز اكد على وجود يمكن العميد خالد بدوي والعميد علاء صلاح وايضا كمان العميد محمود حزين يعني مدير امن طبعا فرع الشيخ زايد ومدينه نصر والجزيره، هم طبعا اللي بيوزعوا امن النادي الاهلي في كل ارجاء الملعب سواء في الفي اي بي، مقصوره الصحفيين، مقصوره الاعلاميين، ايضا كمان خارج الاستاد، البوابات، كل الامور دي بيكون عليها افراد امن اجهزه قياس الحراره بتكون متواجده مع الجميع. وزي ما اكدنا وقلنا محمد ده امر مهم جدا بيساعد المتواجد وبيساعد كمان اللي قادم، وده يمكن الامر المهم اللي بيشغل النادي الاهلي، سلامه اللاعبين وسلامه المتواجد او كل المتواجدين في ارض استاد القاهره بالتحديد او ما بنكون في استاد السلام، ده امر بيكون مهم جدا لان مش محتاجه طبعا الفتره الجايه ان احنا نشوف اي اصابات او اي حاجه، لكن باكد على هذا الامر، امر مميز جدا
هنا في استاد القاهره كل الامور بتكون مساعدانا. تنظيم النادي الاهلي باكد اكتر من مره ما بنكون هنا في استاد القاهره الامور كلها بتكون ميسره لينا، سواء لقاءاتنا التلفزيونيه، وجود الاعلاميين، دخول اللاعبين، اجراءات الحمد لله بتمشي بشكل طيب جدا للقائمين طبعا على استاد القاهره، وايضا كمان بالتنسيق مع مديري امن النادي الاهلي الجزيره الشيخ زايد، ايضا كمان مدينه نصر. الامور ان شاء الله يا محمد باذن الله يكون مهيئه، يعني درجه الحراره يعني في حراره قويه شويه، لكن ان شاء الله بقى مع الساعه 9 ان شاء الله في ميعاد المباراه يكون الجو اهدى من كده شويه، لكن الرطوبه عاليه شويه. ان شاء الله ما كل ده ما ياثرش على لعيبه النادي الاهلي اللي استعدت بشكل قوي جدا في مران اخير كان امس على ملعب مختار التتش في تمام الساعه 5:30. امور كلها كانت يعني جديه وعزيمه، وتدريبات كانت قويه جدا، وخلاص زي ما اكدنا قلنا اكتر من مره، غلق الصفحه تماما، التركيز فيما هو قادم، لان اللي قادم هو الاهم. خلاص الفتره اللي جايه محتاجه تلاحم مباريات كبير جدا عندنا عقب هذه المباراه، مباراه المصري، فالفتره اللي جايه ان شاء الله محتاجه تركيز من الجميع. زميلي محمد سعيد، طيب ارضيه الملعب، الاجواء عندك طبعا مش هنتكلم في درجه الحراره، هو دلوقتي احنا بنتكلم في الساعه 5:30 او 6 وبالليل المباراه الساعه 9، فالجو بيختلف في القاهره بالتاكيد بالنهار عن بالليل، لكن ارضيه الملعب اخبارها ايه؟ الاجواء عندك اخبارها ايه بالنسبه لارضيه الملعب؟ وبرده سؤال مهم متعلق بغرفه خلع الملابس بين الشوطين او قبل بدايه المباراه، الفريقين بيخشوا غرفه خلع الملابس وبتتغير ما بين الشوطين، ولا نفس الغرفه اللي بتدخلها من اول قبل بدايه المباراه هي اللي بتدخلها ما بين الشوطين؟ يعني بالنسبه للاجراءات الطبيه في مساله دخول الفرق لغرف الملابس بين الشوطين. يعني هبدا معاك طبعا بارض الملعب، يعني يمكن اقدر اقول ان استاد القاهره حاجه رائعه جدا ومميزه جدا، ويمكن الارضيه بالتحديد يعني شيء اكثر من رائع، بتساعد لعيبه النادي الاهلي بالتحديد على خلق المساحات والجمل التكتيكيه. انت عارف اما بتكون الارض فيها بعض القصور او النجيله بتكون عاليه او ما بيبقاش في تهذيب للنجيله بتكون صعبه شويه على كلا الفريقين وتحديدا على فريق النادي الاهلي، لكن باكد ارضيه الملعب الخاصه باستاد القاهره حاجه اكثر من رائعه، بتبان طبعا في التصوير التلفزيوني، لكن بتبان بقى بالعين المجرده ما بنقرب بشكل قوي جدا من استاد القاهره. امر ارضيه الملعب ده يمكن يعني خلاص امر مستبعد جدا، لان حاجه اكثر من رائعه بتساعد الجميع على اداء مباراه بتكون يعني جيده للفريقين وتحديدا لفريق النادي الاهلي. بالنسبه للامر الخاص بغرف خلع الملابس، انا عايز اقول لك يمكن قبل دخول اللاعبين بيكون في تعقيم خاص للادوات، وطبعا كل حاجه خاصه داخل غرف خلع الملابس تحديدا لفريق النادي الاهلي. مجرد اللعيبه بتكون في فتره الاحماء بيتم تعقيم الغرف مره ثانيه، عوده اللعيبه من جديد للاستعداد بقى لنزول لارض الملعب بيكون في تعقيم للمره الثالثه، كل فتره يعني كل لعيبه اما بتكون متواجده في الملعب وبتطلع لارضيه الملعب وبترجع تاني بيكون في تعقيم، وده امر مهم جدا وتحديدا من مسؤولي النادي الاهلي، لان مسؤولي النادي الاهلي هم اللي بيكون معاهم احد الافراد اللي بيقوموا بهذه المهمه. الكلام ده ايضا كمان بيتم في فندق الاقامه، يعني في كل الوجبات مجرد اللعيبه خرجت بيتم التعقيم، غداء يعني فطار غدا عشاء، كل الامور دي يعني ماشيه بشكل طيب جدا ورائع جدا. لكن هنا في غرف خلع ملابس هي غرفه واحده طبعا زميلي محمد، انت عارف في اكثر من غرفه هنا في استاد القاهره، لكن انت عارف لعيبه النادي الاهلي خلاص بتكون ادواتها ويمكن الاحذيه بتاعتها طبعا كلها والتيشيرتات، كل الامور الخاصه بلعيبه النادي الاهلي بتكون في الغرفه الرئيسيه، لكن عمليه التعقيم دي بتكون اكثر من رائعه، وان شاء الله باذن الله يعني تستمر على هذه الفتره القادمه ان شاء الله بكل القائمين على النادي الاهلي، سواء في استاد السلام او في استاد الاهلي بالسلام، وايضا كمان استاد القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه المباراه في استاد القاهره الدولي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا بالتاكيد على المباشر وتفاصيل مهمه جدا باقامه هذه المباراه. وانا كان يهمني في الاسئله اللي وجهتها لزميلي العزيز كريم احمد الاجراءات الطبيه المتبعه داخل الملاعب وتحديدا استاد القاهره، ودخول الفرق سواء قبل المباراه لغرفه خلع الملابس او بين الشوطين، لان هنا في كانت اجراءات طبيه معينه اللجنه الطبيه بتتكلم عليها في اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه، لكن الحمد لله النادي الاهلي يمكن بنسبه 100% بيطبق هذه الاجراءات بحذافيرها، زي ما انتم قدامكم اهو شايفين في الصوره العامل اللي موجود او الاجراءات الطبيه اللي بتتم من خلال النادي الاهلي، قاعه المحاضرات اللي في فندق الاقامه، اول ما تدخل غرفه خلع الملابس، الغرف قدامكم اهو، حتى كل الاجراءات الطبيه اللي ممكن تتخيلها او الاتحاد المصري طالبها بتطبق، ما بين استخدام الكحول، ما بين استخدام الاطباق، ما بين استخدام الكراسي، ما بين تعقيم مدخل القاعه، ما بين تعقيم غرفه خلع الملابس، حتى الحافله الاتوبيس اللي بينتقل بيه النادي الاهلي اهو قدامنا على الصوره، حتى يعني بينتقل من مقر الاقامه لغايه الاستاد بيتم تعقيم كل شيء داخل الحافله او داخل الاتوبيس، لغايه لما الفريق او اللاعبين يستقلوا الحافله ويتجهوا إلى مكان إقامة المباراة سواء استاد القاهرة أو استاد الأهلي والسلام. حتى الكراسي والأهلي الحمد لله بيبقى عنده حافلتين مخصصين بالنسبة للفريق للانتقال لملعب المباراة عشان فكرة التباعد الاجتماعي، وبتبقى اللعيبة موجودة في أتوبيس وباقي الجهاز الفني والجهاز الإداري والطبي في أتوبيس آخر، لكن في النهاية إن شاء الله أنت بتشتغل وبتحاول تجتهد وبتلتزم بالإجراءات، وفي النهاية إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق من عند ربنا وربنا يحفظ ويسلم الجميع. أخرج إلى فاصل ثم نواصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين بالتاكيد في التغطيه الخاصه من حلقه الترند لمباراه الاهلي والجونه، ولسه الحديث مستمر وما زال الحديث بقيه عشان نطمن على فريق النادي الاهلي وهو بيستعد ان شاء الله لمباراه الجونه. باقي اقل من حوالي 3 ساعات وربع على هذه المباراه، لذلك اذهب مباشره الى زميلي العزيز شريف شعبان من مقر اقامه فريق النادي الاهلي والاستعداد الخاص لهذه المباراه، وكيف استعد الفريق منذ الصباح الباكر حتى الوصول لملعب المباراه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ويا رب باذن الله يكون النهارده يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي باذن الله يفوز على فريق الجونه العنيد ب3 نقاط جديده تضاف الى رصيده، ويقترب خطوه مهمه جدا من حسم اللقب المحبوب لكل جماهير النادي الاهلي. يا رب باذن الله. ما هو الجديد لديك منذ ان تواجدت في فندق الاقامه منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظة، سواء وقت الإفطار، وقت الغداء، وقت المحاضرة، والإجراءات بالتأكيد اللي انت تبعتها داخل فندق الإقامة استعدادا لهذه المباراة، وقائمة فيها 21 لاعب اصطحابهم ريني فايلر السويسري لمواجهة نادي الجونة مساء الليلة. بالفعل قائمة فيها 21 لاعب استعان بيهم فايلر طبعا لمواجهة الجونة، يمكن في 9 مساء على استاد القاهرة. يمكن إجراءات الاحترازية حدث ولا حرج، النادي الأهلي والجهاز الإداري في النادي الأهلي ما بيستهينش خالص بالإجراءات الوقائية لحماية لاعبي النادي الأهلي، وبالتالي بتعود على منتخباتنا الوطنية بجميع الأعمار السنية. النادي الأهلي بيعقم كل حاجة بسبب حاجة للظروف، غرفة اللاعبين، الغرفة يمكن لو نشاهد في صور خاصة وحصرية، فيديوهات خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي، يمكن الغرفة طبعا الغرفة اللي بيقيم فيها لاعبي النادي الاهلي، وبالمناسبه الاهلي بيطبق هذه الاجراءات، يمكن لاعب كل لاعب في غرفه مستقله عن الاخر، مش اتنين لعيبه في كل غرفه كاللي بيعملوا يعني باقي الفرق اللي بتعمل نفس الاسلوب. الاهلي بيتخذ جميع الاجراءات، غرفه لكل لاعب بيتم تطهيرها، الممرات بيتم تطهيرها، المطعم ايضا بيتم تطهيره، والاستعانه طبعا بالشوك والسكاكين البلاستيك، الاطباق البلاستيك، كل حاجه تيكاوي، الكوبايات تيكاوي، كل حاجه حرصا على سلامه لاعبي النادي الاهلي. الباص ايضا بيتم تطهيره اكثر من مره، قاعه المؤتمرات بيتم تطهيرها اكثر من مره. النادي الاهلي بيساب حاجه للظروف، وبعد كده العامل بيتجه على استاد القاهره اللي طبعا تطهير طبعا ممرات استاد القاهره، غرف الملابس، دكه البدلاء، كل حاجه النادي الاهلي بيكون حريص على صحه لاعبيه وحمايه لاعبيه من لعنه كورونا او فيروس كورونا. طبعا النهارده يوم النادي الاهلي، سريعا عشان وقتك، يمكن الفطار كان من 8:30 صباحا الى الساعه 10 صباحا، الغداء كان الساعه 2:30 ظهرا، يمكن بعد قليل في اقل من ربع ساعه هيكون الوجبه السناكس الخفيفه قبل المحاضره، هتكون الساعه 6 المحاضرة بإذن الله هتكون الساعة 7:05 بيعلن فيها مستر فايلر طبعا التشكيل اللي هيبدأ بيه مباراة الجونة. 7:15 هيكون التحرك إلى استاد القاهرة، يمكن المسافة بتتكلم في ربع ساعة 20 دقيقة، 25 دقيقة بكتير جدا بيكون الفريق داخل استاد القاهرة. يا رب بإذن الله النهاردة يكون الأهلي موفق، ويا رب بإذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي. في 10 ثواني عندك ملامح للتشكيل يا شريف؟ يعني احمد فتحي طبعا هيبدا، بتتكلم في ايمن اشرف، بتتكلم في ياسر ابراهيم، علي معلول، الاثنين ديفندرين، احمد الشيخ ممكن يكون مفاجاه النهارده، يمكن يعني الاوراق كلها ممكن تلاقي بادج طبعا باذن الله حاجز اجاييه حاجز، افشه حاجز، في بعض المراكز محسومه، لكن في بعض الكلام في ناس قالت رامي ربيعه هيبدا على حساب ياسر كله كلام، في ناس قالت مروان النهارده ممكن يبدا، اشك طبعا، ولكن الشيخ ممكن النهارده يكون ورقه رابحه للنادي الاهلي، بيتمرن كويس، ماشي كويس فتره أخيرة باذن الله. النهارده لو لعب النهارده يكون موفق ويظهر او يظهر لجماهير النادي الاهلي بمستواه اللي في التمرين، ماشي كويس في التمرين جدا، الاصابات هي اللي بتاخره، ولكن لو لعب ومشيت معاه هتلاقي الدنيا مختلفه خالص معاه. زميل العزيز شريف شعبان من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك وللفرقه ان شاء الله النهارده في تحقيق نتيجه كبيره جدا وتغطيه باذن الله تليق بهذه المباراه. مهم جدا حاجه عايز اقولها في مساله تشكيل الاهلي، منذ ان تولى ريني فايلر قياده النادي الاهلي لم يتوقع اي صحيفه او اي موقع او اي برنامج تشكيل الاهلي وبيطلع سليم. براف فايلر تحديدا بيبقى ليه خصوصيه معينه في اعلان التشكيل وجاهزيه اللاعبين وتحضير اللاعبين بالنسبه للمباريات، وبالتالي ما فيش في مره حد توقع التشكيل وطلع صح، الا بس مباراه الزمالك في مساله الثلاثه ديفندر لما كان في غيابات كثيره جدا، لكن فايلر ليه شخصيه معينه في مساله تحديد التشكيل، والكل لما كان بيتوقع كان بيبقى الامر صعب جدا. لكن واحنا بنختم معاكم لازم نروح للترند العالمي، لان بالتاكيد الأحداث اللي حدثت منذ الأمس كانت صعبة جدا على جماهير برشلونة تحديدا في الكامب نو أو تحديدا في كاتالونيا، والكلام كان كتير جدا. نروح للترند العالمي ونشوف إيه اللي هيكون موجود معانا النهاردة، لأن نبدأ إحنا من أول حاجة من خلال حساب سبورت سنترا اللي اتكلم على فكرة خبر بيقول إن ميسي طلب من إدارة برشلونة الرحيل عن الفريق. ميسي عايز يمشي من برشلونة.
تخيلوا هذا الخبر وقيمة هذا الخبر على السوشيال ميديا وعلى وسائل الإعلام، وكمان إزاي سبورت سنترا من خلال حسابه على تويتر اهتم من خلال هذا الموضوع. في فيديو كمان معانا النهاردة هنستعرضه عشان الناس تشوف معانا اللي متاح بالنسبة لميسي من خلال الصحف، واللي تعرض بالنسبة لميسي خلال الساعات القليلة الماضية، وإزاي ليونيل ميسي بصورته باسمه كان متصدر كل الصحف العالمية والصحف الأوروبية خلال الساعات القليلة الماضية. ميسي يطلب الرحيل عن برشلونة، خبر لم يكن يتوقعه أحد، لكن 2020 دايما فيها مفاجآت كثيرة وفيها تفاصيل كثيرة جدا. طيب معانا برضو خبر مهم جدا وهو له علاقة بميسي، ولكن هنا ده خبر له علاقة بالجماهير وإزاي الجماهير في كاتالونيا كانت حزينة وصعبانة عليها إزاي ميسي يرحل من برشلونة. مظاهرات وذهاب الجماهير أمام ملعب الكامب نو بتطالب برحيل إدارة النادي، لكن استمرار ليونيل ميسي. المطالبة في حد ذاتها أن لازم ميسي يبقى، لكن إدارة البارسا هي اللي ترحل. تخيلوا بهذا الشكل وبهذه الهتافات، لكن تعالوا بقى نشوفها صوت وصورة وإزاي الجمهور كان زعلان بهذا المشهد أمام ملعب الكامب نو وهذا الغضب. طبعا شايفين بس المشجع طبعا بتشيرت التوتنهام، لكن طبعا بيشجع برضه برشلونة وحزين على رحيل ميسي. خبر عمل زلزال في الإعلام الرياضي في العالم بشكل عام، ولا حديث يعلو خلال الساعات القليلة الماضية على رحيل ليونيل ميسي. لكن وأنا بستعرض معاكم الفيديو وغضب جماهير الكتالونيا من رحيل ميسي عن برشلونة، طبقا للتعاقد ميسي ما ينفعش يرحل إلا بموافقة الإدارة رغم وجود شرط جزائي، لكن ده خبر مهم، لازم موافقة الإدارة على رحيل ميسي. طيب دي كانت الجزء المتعلق بالجزء العالمي وهو رحيل ميسي. لكن مشاركات الجماهير النهاردة، الجماهير النهاردة بالتأكيد دخلت معنا وشاركت من خلال السؤال اللي طرحناه توقعاتكم لمباراة الأهلي والجونة، والجمهور شايف مباراة الأهلي والجونة هتبقى إزاي والنتيجة اللي ممكن تظهر من خلال هذه المباراة. طبعا في البداية معنا سامح عبد الله مفتاح بيقول الأهلي هيكسب إن شاء الله 5-0، إن شاء الله بإذن الله يكون مكسب مهم جدا للنادي الأهلي. كمان محمد علي شايف إن الأهلي إن شاء الله يقدر يكسب 2-1 ويحقق الثلاث نقاط. كمان معانا رأي تاني، محمد خالد المهدي قال 4-1 للأهلي إن شاء الله، وبإذن الله يقدر يعمل نتيجة وسكور كبير جدا. مهتمين جدا احنا مشاركات الجماهير وناخد رأي الناس. محمد كريم توقع بقى غريب، قال أتوقع تعادل إيجابي 1-1. طب نختم بنتوقع إيجابي أكتر من كده، طب ما يكونش 1-1. أيوة كده. أحمد مرسي 5-0 للأهلي إن شاء الله وبإذن الله، وأعتقد ممكن نختم بالنتيجة الكبيرة دي عشان نتيجة بإذن الله تكون مبشرة ونقدر إن شاء الله بإذن الله نكسب مباراة النهاردة عشان نكمل بشكل طيب. دي كانت بعض التعليقات من جماهير النادي الأهلي على مباراة النهاردة، وبإذن الله كل التوفيق للأهلي النهاردة إن شاء الله في مباراة الجونة، لأن دايما الملك بيكون متصدر مسابقته وبيسعى للفوز ببطولته المفضلة، لأنه دايما هو رقم واحد في مصر وفي إفريقيا، وجمهوره دايما الحلوة والمرة معاه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.